المرحلة الثالثة التي تمر بها الجنائز وهي مرحلة تغسيله، وهذه المرحلة الأصل فيها قاعدة واحدة وتتفرع عنها مسائل كثيرة. أما قاعدتها فقد ذكر الإمام أحمد أن تغسيل الميت كغسل الجنابة، هذه هي القاعدة، أن حكم تغسيل الميت كحكم غسل الجنابة، فكل الأحكام المتعلقة بغسل الجنابة تنتقل معنا في تغسيل الميت. فأضرب أمثلة لبعض الأحكام المتعلقة بغسل الجنابة ثم أنقلها، ثم ننظر أنها موجودة هنا ثم نذكر التفريع بعد ذلك. الفقهاء على سبيل المثال ذكروا أن الموالاة في تغسيل أو في غسل الجنابة ليست شرطا، فيجوز للمرء أن يغسل بعض جسده في أول الليل ثم يتمم غسل باقيه في آخر الليل، فالموالاة ليست شرطا في غسل الجنابة بخلاف الوضوء. فهنا نقول أيضا إن غسل الميت لا يشترط فيه الموالاة، فيجوز أن يغسل بعض أعضائه في وقت ويغسل الأعضاء الأخرى في وقت آخر، لأن القاعدة فيه أنه كذلك. هناك أمور تستحب في غسل الجنابة، منها أنه يستحب الاستنجاء قبل، ويستحب الوضوء قبل الاغتسال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة، ومثل ذلك يفعل بالميت فإنه ينجى، وإنه بعد ذلك يوضأ أو يبدأ بأعضاء الوضوء ثم يعمم على سائر جسده، ومثله يقال في الأحكام التي ستمر معنا بعد ذلك وهي كثيرة.